إرهابيين. وعقب نجاح قوات البيشمركة والقوات الأمنية العراقية في فك الحصار المفروض على ناحية أبرلي من قبل إرهابي داعش منذ أكثر من 70 يوما، وصلت إلى الناحية المساعدات المرسلة من قبل مكتب السيدة هيرة إبراهيم أحمد إلى أهالي الناحية للتخفيف عن معاناتهم ومد يد العون لهم، حيث وزعت هذه المساعدات على أبناء ناحية أمرلي بإشراف قائم مقام خرمة الشرع العبدل ونائب مسؤول تنظيمات حوض حمرين للاتحاد الوطني الكردستاني حسن برام. وأعرب أهالي ناحية أمرلي عن شكرهم للسيدة هيرة إبراهيم أحمد ومبادرتها بإرسال المساعدات إليهم، كما أعربوا عن شكرهم لقوات البيشمركة التي ساهمت إلى جانب قوات الجيش العراقي في فك الحصار الذي فرضه إرهابي داعش على ناحيتهم لمدة أكثر من شهرين. كان لي الامل الكبير بان يصلوا لنا الاخوة الاكراد، وكما ادعو من الله العلي القدير والاهل واهل البيت الشفاء العاجل لماما جلال، هذا كان امننا في الاخوة الاكراد، لاننا كنا نتقاسم الخبز مع اخواننا من اهالي بارا بارا تبصوص المصباح. فنشكر الشكر الجزيل للقوات الكردية بفك الحصار عن ناحية امرلي، وكما ادعو من الله العلي القدير الشفاء العاجل التام لماما جلال.